ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم طريقة هنعمل فراخ مشوية. النهاردة هعمل لكم التتبيلة. انا بجيب الفراخ قبلها بيوم وبعملها، وبحب اتبلها ايه قبلها بيوم عشان تشرب كده من التتبيلة، ونيجي ناكلها كده بتبقى ايه تشرب اي حاجة بحب ايه فيها تتبيلة بحب اتبلها قبلها بيوم. النهاردة هنعمل ماشي يا احبائي، بحب اجيبها قبلها بيوم واغسلها. انا جبتها وغسلتها عشان ما اطولش عليكم. غسلتها ازاي؟ غسلتها بالخل والملح والليمون، ونقعتها في الليمون والخل والملح والطماطم، وغسلتها غسله نظيفه كده. انا كان موتي وسمي ان انا اسيب جلد في الفراخ البيضه، لكن انا سايباه ليه بقى؟ شوف انا منضفاه ازاي، بتنضف زي الفل. عشان الفراخ المشويه ديت لازم نحط لها الجلد، نسيب الجلد عليها عشان نحميها، عشان لو ما سيبناش الجلد عليها بتتحرق، الفراخ بتتحرق مني، فلازم ايه نسيب الجلد عليها. دلوقتي هنقدم الحاجه اللي احنا هنتبلها بيها. عندي فراخ، عندي دي فراخ بيضه، طبعا ايه الشويه ايه معروفه بالفراخ البيضه، واول ما اقول فراخ بيضه يعني ايه بقى التوابل اللي عندي كلها في البيت. لكن تتبيله اللحمه ان شاء الله هنتبلها مع بعضينا برده ان شاء الله. تتبيله اللحمه بتبقى عكس الفراخ خالص، بتتبلها بفلفل اسمر وملح وايه وبصل. دلوقتي هنقدم ايه الى حاجه هنحطها على الفراخ البيضه. عندك بابريكا، وعندك حبهان، ملح، ورق لوري، كركم. الكركم ده يا جماعه حلو قوي قوي قوي، مفيد قوي. ليه؟ عشان الدهون الثلاثيه، ما يعملش دهون ثلاثيه خالص، حلو قوي في الاكل. بصل طبعا، بصلتين، فلفل. الفلفل ده بحطه كده ايه بالمنظر ده كده، بيدي لها طعم حلو عشان الحرقان وكده. علبة زبادي، هحط شوية خل، وهحط برضو ايه عصرة ليمونة صغيرة. والملح يا احبائي، الملح مش عايزين نزوده خالص عشان احنا هنبيتها، وكون احنا غسلينها حلو بالملح وكده. ومعلقة صلصة. هنبشر البصل مع بعضينا كده. بشرنا البصلتين اللي عندنا وحطيناهم على الفراخ في الكبه بقى في المبشره زي ما انت عايز. اول حاجه هنزل برشه ملح، قلنا الملح ما يكونش كتير عشان الحاجه ما تحدقش، ماشي. وبعد كده هنزل ببقيه الحاجات ايه بتاعتي، كركم عشان البصل، نص الليمونه، رشة خل، فلفل، الزبادي، معلقة صلصة. الجديد بقى هنا الصلصة عشان تدي ايه طعم للفراخ. وهننزل بايدينا، اهم حاجة نسيتها معلش، الفلفل الاسمر دي بقى معلقه كبيره فلفل اسمر، نسيتها خالص كده. واتبل بقى، والفلفل معايا هحاول ايه اكسر فيه. لو قابلتنا حته تخينه بقى في الفراخ، انا بقى بعمل ايه في الصدر بتاع الفرخه لما بلاقيها تخينه، بحاول ان انا اخف منها شويه. يعني ايه اخف منها شويه؟ باخدها اعملها كده اخففها شويه عشان ما تبقاش تخينه كده في الشويه وما تستويش من جوه، بس هو ان شاء الله كله بيستوي. لو لقيت حته تخينه قابلتني في الوراك او في الصدور، بره عامله كده بفتح كده عشان تتشرب من الخليط بتاعي. اي حاجة بقى تقابلني تخينة هروح مفتحها بالطريقة ديت. هي اي حاجة مشوية تتبل تقعد في الفريزر على قد ما تقعد، بتدي طعم هايل جدا وجميل جدا. هتبلها كده زي ما انتوا شايفين معايا، لازم اشرب التتبيلة حلو قوي.
واجيب من فوق واجيب من تحت وايه احاول ان التتبيله وصلت في كل حته كده خلاص. والزبادي بتديها طريان، الزبادي عندي بتديها طريان، بتخليها طريه. هوريكم بقى ايه هعمل ايه دلوقتي. هجيب كيس زي كده وهلفها بيه حلو قوي ستريتش او اي كيس عندك او اي شنطه، واحطها في التلاجة. ودلوقتي احنا تبلنا الفراخ اهي، شفتوا المنظر؟ انا عايزه بس اوريكم المنظر ان انا شلتها امبارح في التلاجة متبله بكيس نايلون او شنطه او اي حاجه عندك، وغطيتها عشان الريحه ما تفحفحش في التلاجة عندي وتبوظ لي الحاجات اللي موجوده عندي في التلاجة. كده انا شلت الحاجه اهي، انا كده مولعه الفرن عندي. احلى حاجه ان انت تتبليها ايه قبل اليوم، مولعه الفرن عندي هرصها على الشبكه. الفراخ بتاعتي اهي الريحه ما اقولكوش، اول ما شلت الكيس والطبق اللي كان عليها الغطا الريحه مفحفحه خالص. ماشي، دلوقتي هنرصها في الشبكه وهنوريها لكم لما نرصها، وهنعمل جنبيها سلطه خضراء، خيار، طماطم، فلفل، بقدونس، السلطه الخضراء، بصل، وهنعمل كمان سلطه الطحينه، وهنوريكم سلطه الطحينه بتتعمل ازاي. ودلوقتي احبائي اهي بعد ما عملتها بصوا التتبيله متشربه في كل حته، رصيتها عندي على الشبكه زي ما انتم شايفين. بحب اشبع ايه معاها كده التتبيله. على درجة حرارة 180، درجة حرارة عالية. دلوقتي قفلنا عليها، هنفتح بعد ساعة الا ربع. ولأول مرة طلعنا من مطبخ لولو اللالوبة وجينا على السفرة بتاعتها بعد ما حضرناها. شوفوا الفراخ اهي دي بعد ما اتشوت، ما اقدرش اوصف لكم الريحة والطعم عاملين ازاي. سلطة خضراء، سلطة الطحينة، العيش، الشيبسي، هو ده اللي انا بقدمه عندي مع الفراخ المشويه. وبالف هنا وشفا اللي هياكله، مع فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش بقى تعملوا شير واشتراك ولايك وتعملوا تعليقات بقى على الكلام دوت، وتقولوا لي بقى ايه رايكم، وشوفوا انتوا عايزين ايه وانا اعمله لكم وانزله لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو اخر ان شاء الله.